سر اللجنة العامة للدائرة الأولى مركز وبطن القنا أن تعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة مع مراعاة أمرين هامين. أولهما أنه منذ بداية الاقتراع بالأمس أمام اللجان الفرعية وعددها 184 لجنة، وحتى هذه اللحظة لم تتلقى اللجنة العامة ثمة شكاوي أو بلاغات شفوية أو كتابية في جميع مراحل الاقتراع أو الفرز أو التجميع، الأمر الذي يقطع بعدم وجود مخالفة أو جريمة انتخابية واحدة تشوب العملية الانتخابية بثمة مطعن أو عوار، وذلك يدل على أن السادة الزملاء رؤساء اللجان الفرعي أدوا الأمانة على أكمل وجه، فلهم كل التحية والتقدير. الأمر الثاني أن نتيجة انتخابات الناخبين في الخارج لم تصل اللجنة العامة بعد، لذا فإن اللجنة تعلن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح دون إعلان الفائزين بالمقاعد الثلاثة. ثالثة الأمر للجنة العليا للانتخابات، وذلك بعد إضافة أصوات كل مرشح حصل عليها من الناخبين في الخارج. والآن يعلن الآتي: واحد، إجمال عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 308702. اثنين، إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام تلك اللجان 88641 بنسبة 23.3%. طبعا نتيجة المرحلة الأولى كانت 28.4%. إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 29998، إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 85643، عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وفقا للترتيب الوارد لكشف المرشحين: واحد، محمود عبد السلام أحمد 45017، اثنين، عبد السلام محمد مصطفى علي 44131، ثلاثة، محمد سعيد إسماعيل محمد 62442، أربعة، سعد إبراهيم حسن أبو زيد 36333، خمسة، محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن 39333، ستة، جمال حسن النجار 29676. هذه هي النتيجة الآن.